يلا يلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. يا جماعة احنا هلا رايحين إن شاء الله، رايحين لوين؟ رايحين ننزل نسبح. أنا ما بعرف رايحين على فلينسبورغ، احنا هلا بفلينسبورغ أصلا. فاحنا هلا رايحين نسبح وين؟ على الشط. درجة الحرارة، درجة الحرارة الطبيعية 19، درجة حرارة المي كمان 19، يعني أكل هواء على الآخر. فالله يستر ما ننجرط أو ما يصير شيء شياني. فخلوكم معنا مشان تشوفوا أحداثها. يلا بحر، تعال نشوف نجرة حاجة المي. شلون الوضع؟ بس بارد والله بارد. لا لا كيف بارد؟ تعال ما بعرف شوف أنت. روح انت هنا، هاي السبيح الماهر. انا بشوف فورا الساحل فلينسبورغ. يلا روح يا زلمه، يلا روح. هذا هو ابن فلينسبورغ. يلا روح نزل، ما بصير اذا ما شكيت شكه واحده ما بمشي الحال. لا لا مو غبي، بس شلحت صورته خلاص. هلا شوف الزلمه نزل في الشارع، نزل ده شجعك. هلا يلا طلع الشمس، يلا كيف بارد. شجعوه انتم كلكم يا شباب، روح هادي. شجعوه بالنزلة، انزلوا. شجعوه بالنزلة، شجعوه بالنزلة، انزلوا كلكم يعني. والله عملت. عندك كلمات أخيرة حابب تقولها؟ ما بحب أنا إذا زلت هم تعذب هم فورا. خالصين ضروري شكرا واسي. هنا احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا دعونا. روح لهنيك يا اخي لا تضرب راسك. عندكم خبره بالاسعاف وهيك؟ ايه ايه ايه. ماي فيرست ايد. انا كمان روح. يلا 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 زور اخبره. لا والله ونزل. انا راح انزل. وين هذا ضاع؟ ضاع الصبي راح. تعال روح سعد. يلا 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 وينه؟ يلا طارق صار دورك. واهو زاهر طلع واخيرا. طارق يا شك شكه واحده يا لا تنزل هيك نزله. يلا يوتيوبر اضرب اطرح خلصنا. شو شو روح انت، انت مثال التضحيه، انت مثال التضحيه لك. حسستني جندي. يلا واحد اثنين ثلاثه. بارد المي لك روح. هلا تساله بارد المي عندك ليروحوا بارد. ودي شو والله بارد. يلا روح نزل. شكت يا محمد. شو بارده يا محمد؟ طلع فيني والله. شو بارده لك نزلت بهاد كمان؟ نعم والله بارده. يا سيدي هي شو اسمه درجتها شي 16 تقريبا. يلا يلا لا ما الحل ضيع سلامة. تقول في البحر مو ايه؟ مش هتكون عذبة يعني بحيرة ولا شيء؟ كنا زاحل ما نزل؟ لا لا كلنا نزل. طلع وراك بس ما عم يحسن يحكي من البرد. والله المي يا زلمه حلوه بس بارده، يعني صحيح انه بارده بس حلوه يعني. يسرح فيها تخلي هيك الانتعاش. وليه ما باديه؟ بس شنو انت اكلت؟ نحن هلا حنشك شكه رواسيه انا وبزهور. شكه رهيبه. شكه رواسيه هلا انا وبزهور. يلا روح. لا بس والله عندك شو عم يصير معكم؟ شوفوا الخير عم يصير معكم. نزلتني بالمي ما اعرف انا شلون. اخبص والله يلا واحد اثنين. يلا هما السبيحة فتسبحوا سقعت العباد. طلع وجهي شلون دق الارض. واحد اثنين
يا زلمه انا بشوف وشك بخاف انزل على المي. كان ما بدك تشك. لا حاشك بقى اذا صار معك شد عضلي هون اكل هواء. لو مي بارده بتساعد على شد العضل فورا. انت قد ما انك متعود يعني. يلا ابو عبد الله. والله صور صور عبد الله. انا اعمل لك ضهري عم يجاني. زلمه هي كويس للوجع الضهر. وعيب شو كويس. بالعكس هي المي البارده. لو ساونا كنا عندنا فيها وما فيها بدي اسبح واطلع لبرا هلا عرفت. قول يا رب معنا. ما بشوف شلون بروسيا بينزلوا بالجري. ايه بس يكون ظهره عم يجعه اجباري؟ لا لم يكن. لا هي بينزلوا بالمي مشان قوي مناعة الجسم بشكل كامل. خلص يلا روح واللي بده ينزل ينزل. هلا عندك انت الشغل. خلص انت؟ يلا حميز. يلا حميز. لا, لا لا لا. يلا عبد الله. عم بيقول عبد الله انه اذا انت زرت بينزل هو. والله انا ما خرج يا حبيب ظهري عم يجعني. هون يا شباب هاي هذا الجبل اللي هنيك شايفتينه؟ انو هذا؟ هذا الجبل. ايه. البيت اللي هنيك الابيض. ايه. هاي الدنمارك صار. والله هاي الدنمارك لهالدرجة. هذا النص اللي هون ألمانيا والنص اللي هنيك هيك على اليمين. الدنمارك. والله حلو. هل بيسمحوا لنا احنا نفوت على الدنمارك؟ حاليا لا بسبب كورونا لانه عم يقولوا ما بيسمحوا نفوتوا لحدا غير شو اسمه غير اللي قاعد سكان المنطقة شليسفيك هولشتاين. سكان ولاية شليسفيك هولشتاين بيحقدوا يفوتوا على الدنمارك. احنا ما لنا من الولاية. اذا احنا بدنا نفوت شو؟ بيقولونا ممنوع بترجعوا ادراجهم. او اذا كان معنا حجز فندقي ممكن يفوت. ايوه او معنا حجز فندقي بس تمام ما في للاسف. حلو جميل رائع. ابو زهور شلون المي؟ والله ما عدت بارده كثير اخذ جسم تعودنا عليه. تحممت ولا ما تحممت؟ دوشته؟ دوشته زي ما تدوش اطفى من ميه الحمام. والله اطفى من ميه البحر. اي والله ليش حممته زي؟ انا حزيرش عملت مش هيروح ملح عن جسمنا تحممنا. عملت هيك؟ عملت هيك ومشيت على الشط امس كله صار يضحك علي ليش ما بعرف؟ انا بالاخير جد يتساوى على اللوح الخشب على الجسر هذا انت سويته. شوي ليش مكتوب هيك؟ مدفع شو معنى زي؟ هي مثلا اذا انت تروح على شيء مدينه مثلا ليش شعور يعني تفتحها هيك ليش شعور هارسلي يعني انا مثلا اتجاه هارسلي بدي اروح على هارسلي ايوه بس بسحبها وبقعد على هذا المقعد محل مواعدين وبستنى هيك بجوز استنى ساعة بجوز استنى ساعتين بجوز يوم ما بعرف والله مرة مرة حسب الصدفة يعني بس يجي حدا بالصدفة يجي يوقف لك فساعتها بتنزلها بتطلع معه. تمام وشوفي عندنا مدن تانية كمان. هلا هي هارسلي هاي شو كمان كل هدول بالدنمارك شكلهم كأنه لا هدول كلهم هون بالمحيط يعني في هاي بالدنمارك مش هاي هاي دنمارك دنمارك هاي جنب بيتي في منها كمان مشتا صحيح تبعت عليه رابعة فلينسبورغ فلينسبورغ شو هاي انت بفلينسبورغ لا نحن هلا شو اسمه خارج فلينسبورغ بالله بس استيف بس قريبة فشباب مثل ما كنتم شايفين هلا احنا هون صرنا على حدود الدنماركيه الالمانيه وهلا رح اورجيكم الفرق بين الحدود بين الحدود الالمانيه والدنماركيه هي مكتوبه بالالماني هي كتابه المانيه هي من هون كتابه دنماركيه والفرق بين الحدود يعني هي عم تكون المانيا هي الدنمارك وغير هيك بس شوفوا هون الحدود مسكره هلا يعني بعد الحدود هون مسكر ممنوع حدا يفوت بسبب الكورونا وهي العلم الدنماركي هون بس مو مبين كثير هذا البيت الدنماركي اللي بنلاقوا عليه هدول بيتين صغار هدول الاشخاص الدنماركيين على الاغلب بس يعني ولكن حبيت اني اورجيكم هيك الحدود بين الدنمارك والمانيا عسى يجي يوم وتصير الحدود بين دول عربيه هيك بس يعني بيسمح بين المانيا ولا بالدنمارك ها؟ عبد الله بالمانيا يصطفن وهدول الشباب بالدنمارك اما انا حيادي بين الاثنين معلم نصي بالدنمارك ونصي بالمانيا